خبرنا التالي: رخصت هيئة النقل العام إطلاق مسارين للحافلات بالتزامن مع انطلاق أيام العوائل بمهرجان الجنادرية 32. خلينا ناخذ تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف المهندس عبد المجيد الطاسان، مدير عام تنمية النقل البري في هيئة النقل العام. أهلا بك أستاذ عبد المجيد. أهلا وسهلا، حياك الله أختي. أهلا بك. كلمنا عن المسارين، ما هي المواقع اللي مفروض تنطلق منها الحافلات؟ الحقيقة هيئة النقل العام دائما تسعى لتوفير خدمات النقل العام في شتى المجالات. أحد هذه الخدمات اللي الحقيقة سعينا لتوفيرها هي خدمة النقل العام لمهرجان الجنادرية. الخدمة طبعا هي نقل زوار المهرجان من داخل مدينة الرياض إلى مقر المهرجان الجنادرية. الهدف الحقيقة من الخدمة هذه أنه تكفي زوار عناء البحث عن مواقف أو الوقوف في أماكن بعيدة أو الدخول حتى في زحام مروري. وهذه حقيقة فائدة دائما النقل العام، أنه يسهل الوصول للمكان بأسرع وأسهل طريقة ممكنة. ميزة الخدمة هذه اللي إن شاء الله حتكون هذه أول سنة فيها متوفر النقل العام للمهرجان، أنه حيكون لها مسار مخصص عند الوصول للمهرجان، بحيث أنه الحافلات تتفادى الدخول مع الزحام المروري، وحيكون لها مسار خاص للوصول للبوابة المخصصة للركاب. طبعا مثل ما سألتي عن المواقع، المواقع حاليا يوجد موقعين من تنطلق منها الحافلات من الرياض. الموقع الأول هو مركز غرناطة مول، والموقع الثاني هو نادي الرياض. حاولنا الحقيقة بشكل مبدئي تحديد موقعين في جهات مختلفة، واحد يغطي الشمال الشرقي من المدينة والثاني الجنوب الغربي. الحقيقة الخدمة انطلقت اليوم، بحكم أنه اليوم الاثنين هو أول يوم للعائلات، وأنا الآن في الموقع، والحقيقة أقبال حقيقة جيد على الخدمة، وهذا يعكس ثقافة وعي الناس. أستاذ مشاري، لو في مجال تقول لي متى التوقيت، يعني متى هذه النقل العام أو الحافلات راح تكون جاهزة للنقل، أي ساعة تحديدا؟ طيب هو طبعا في جدولة ثابتة للنقل من الموقعين اللي ذكرت. الخدمة حتبدأ يوميا من الساعة 3 مساء حتى الساعة 11 مساء، حتنطلق حافلة كل نصف ساعة. وإذا الإقبال كان أكثر من النصف ساعة، بحيث امتلأت الحافلة قبل نصف ساعة، حتمشي برضو الحافلة أكثر من أقل من نصف ساعة يعني. نفس الموضوع من الجنادرية وحتى الرياض، حتكون الحافلات برضو موجودة. آخر حافلة حتمشي إن شاء الله الساعة 11:30 من الجنادرية إلى داخل الرياض. كم عدد الحافلات أستاذ عبد المجيد اللي وفرتوها الآن لنقل الناس من الرياض إلى الجنادرية أو بالعكس؟ الحقيقة ما يهم المستخدم هو توفر حافلات حسب الجدول الموجود. فإحنا بالتعاون مع المشغل وفرنا عدد من الحافلات مع كمية من الحافلات احتياطية لضمان توفر الخدمة للجميع. يعني بإذن الله لا يمكن راكب يبحث عن الخدمة وما يحصل هذه الخدمة متوفرة. هذا الحقيقة اللي نسعى له. والعدد الاحتياطي مفتوح، متى ما زاد الطلب حتزيد عدد الباصات. المهم هو أنه الحافلات حتنطلق كل نصف ساعة من الموقعين اللي ذكرتهم. طبعا، وكمان نفس الشيء بترجع على نفس المواقع، يعني من الجنادرية لمواقعها في الرياض. كلمنا عن الرسوم، كيف الرسوم الخدمة؟ هو الحقيقة الرسوم رمزية، هو للرحلة الواحدة مبلغ 5 ريال، لكن للأطفال وتعتبر خدمة مجانية، ما فيها رسوم، رسوم على البالغين فقط. والهدف من الخدمة مثل ما ذكرت هو تخفيف الزحام المروري وتسهيل وصول الزوار للمهرجان. يعني أكيد طبعا مهرجان الجنادرية مهرجان مهم وكثير ناس بيستنوه. برأيك هل ممكن أنه يكون في مسارات أخرى؟ يعني أنت ذكرت أنه بس في الشمال وفي الجنوب، يعني ممكن يكون في من وسط الرياض، من شرق وغرب الرياض؟ صحيح، إحنا الحقيقة الخدمة هذه أول مرة تنطلق، هذه أول سنة،
فاحنا حنقيس حنشوف الطلب على الخدمه، اذا الطلب جيد مستعدين ان شاء الله باذن الله نضيف مواقع اخرى وتلبي احتياجات الزوار باذن الله. طيب في حال اكتمال العدد يعني والباص خلاص جهز، هل برضه لازم ينتظر نص ساعه تقريبا ولا انه متى ما اكتمل العدد بينطلق الباص؟ لا، مجرد يكتمل العدد الباص ينطلق وتدخل مكانه حافلة احتياطية وتمشي في النص ساعة، يعني اللي ينتظر الموعد حيمشي في موعده أو أقرب، لا يمكن أنه ينتظر أكثر. جميل. الأستاذ المهندس عبد المجيد الطاسان من وزارة من هيئة النقل العام، شكرا لمداخلتك معنا. طبعا احنا كمان نحب نشكر هيئة النقل العام على تسهيل حضور الزوار للجندرية، يعني فعلا كثير يستنوا هذه المناسبات لكن يخافوا من عدم توفر باركينج او انهم يعلقوا بزحمة الطريق وغيره وغيره. غير كذا المحل بعيد يعني، فصعب اني اطلع بسيارات اجرة او شيء، فاسهل اني اروح بباص ضمن الروحة والرجعة كمان. صحيح، وفي الاخر هو مبلغ رمزي يعني، حتى لو العائلة كلها راحت فتكون امورهم طيبة.